السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، نتمنى إن شاء الله أنكم بخير وعلى خير. اليوم معنا فلوج جديد، فيديو جديد اللي غادي نهضروا فيه على دولة من أجمل دول العالم من حيث الطبيعة، والتي هي دولة جورجيا. وسنركز في هذا الفيديو بالخصوص على مدينة تبليسي التي تزخر بعدة أماكن سياحية، لذلك نترككم مع هذا الفيديو، فرجة ممتعة. هذه المدينة القديمة، القلعة تشوفها الفوق، عندهم السيارة المتحركة فوق، هذا كلهم مباني عتيقة، كلهم مباني عتيقة، شوف الدنيا كبيرة وواعرة الدنيا وسط محمد. هذه سميتها المدينة القديمة. احنا طبعا في تبليسي، كيف ما تشوف عندهم الصين ديال عيلة في تبليسي اللي هي العاصمة. هذا شيء خرافي من الاخر، شيء خرافي ابو محمد. تبليسي القديمة، فهني صور او عبارة عن سوفونيرز. طبعا هاي سووها، بتتسوى عندهم بطريق الايد، هالرسومات. فهاي الرسومات كل رسمة وإلها قصة، كل رسمة وليها معنى دلالة. فنفس ما تلاحظوا معي مثلا عندكم هاي الرسمة، فالشعب جورجي الشعب يهتم كثيرا كثيرا بالفواكه وما بينها العنب. العنب انا كنت سويت فيديو قبل وشرحت كيف ان الشعب الجورجي بيسوي او بيقوم بزراعه العنب حتى في البيوت، صدقوني حتى في البيوت، وراح احط فيديوهات. فالعنب عندهم شيء مقدس. ليش؟ لانه بيسووا منه خمور. والشعب الجورجي معروف عليه انه شعب مع احترامي صراحة، أنا ما أشوفه أنه بتنقص من حد ولا شيء. فشعب يحب الخمر، لا شعب، كل شعب له ثقافته، كل شعب له عاداته. شوفوا العنب، العنب تلقاه غير في الزناقي. كل شيء، هاي البلاصة معروفة ببرج الساعة، كتلقى الديور كلهم مثلا اللي زارعين مثلا في ديورهم برا، كتلقاه هنا العنب. كلشي الزراعات دابا كلشي تيديروا هاد القضيه هادي، ما كاينش اللي يقرب لهنا. حتى انا نزل معاه تلقى شي واحد يحيدو ولا هذا، لا خاصكو كلشي زارعينو تقريبا، كلشي دايرينو تقريبا. برج الساعه، فالحين بخليكم تشوفوا مين مصمم او مين مشيد برج الساعة. هذا الشخص تقريبا، انا تفاجأت لما قالوا لي انه مات تقريبا 6 شهور او 7 شهور. هذا هو الشخص اللي مشيد برج الساعة. خليني اعطيكم لمحة او صورة قريبة لبرج الساعة. هذا هو برج الساعة، طبعا برج مشهور في تبليسي كيف ما طلعت، وجميع السياح بيجوا بيتصوروا معاه، صوروا فيديو. صراحة منطقة راقية ومنطقة جد جد رائعة، اللي تبين لك كمان ثقافة الشعب الجورجي والحكومة الجورجية. هذا جسر العشاق، كل شيء الأسماء في الجنة، يزول
زوم 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 تحط الطفولة سنواتهم تخليهم بكرة. كان عندك هذا الجسر، كان عندك جسر أحسن وعامة خطولة يسميه جسر العشاق مجانا. هو حتى جيت تحط الطفل دياله والزوجة دياله وتمشي كيف تفش عليها. هذا اللون كنا حفر عشان هي عشان أمر منه شوف هذا البلاصة كده. هذا اللي كنت قلت عليكم، اللي كنت قلت عليه انه اجا قطع مفرقة، فكانت المعلومة اللي غايبة هو من اي دولة. هذا الله يسلمكم اجا من ايطاليا، اجا طبعا على شكل قطع وتركب هنا من شركة ايطالية، صنع ايطالي، تركيب ايطالي. جورجيا وروسيا نفس ما تقول كانوا نفس العادات نفس التقاليد، حتى استوت المشاكل بينهم، فصار في حدود، صار في يعني انتوا تعرفوا هاي الاشياء لما تصير بين الدول او الدول المجاورة. هاي كانت الحضارة اللي تجمعهم موجودة جميعا على الجدار. طبعا منظر رائع جدا جدا جدا. وعلى فكرة احنا قريبين من الحدود الروسية، قريبين من الحدود الروسية، حتى انه في تراكات بتاخذ نفس ما لاحظتوا معاي في هذا التراك، فهذول التراكات بيشتغلوا او بيوصلوا ما بين جورجيا وروسيا. فهاي الطريق كيف ما تلاحظوا معي، هاي الطريق بتودي على روسيا على طول، فهي نوعا ما يعني حدود قريبة، حدود روسيا جورجيا. احنا دابا في بحيرة ليزي، بحيرة ليزي مشهورة جدا، من البحيرات المشهورة اللي في جورجيا. كتشوفوا كيف ما كتشوفوا محيطة بها الجبال، كلها جبال، دائرة بها الجبال، وهي جات في الوسط، يعني واحد المنظر رائع رائع، لازم تشوفوه، لازم تجربوه. الى احسن ان شاء الله. وجيتوا
جورجيا. الأحصل جيت لجورجيا إن شاء الله. فجد زوروها. زوروها بإذن الله. فهي بحيرة جد جد رائعة. كيف تلاحظوا هنا؟ يعني شيء بسيط. طبعا صالحة انك تسبح فيها عادي مش مشكلة. المطاعم عندك مطاعم هناك صف كله مطاعم. كيف ما تلاحظوا هنا وكيف ما قلت لكم انه دائرة بها الجبال جاية دائرة بالجبال. نحن الحين في بوتانيكال جاردن. صراحة هاي من أجمل ما شفت حاليا في تبليسي في جورجيا. هاي الجاردن موقعها وسط تبليسي. طبعا مساحتها 161 هكتار تخيلوا معي، وفيها تقريبا 2400 صنف مختلف من النباتات. لاحظوا معي طبعا هذا بس ممكن طرف واحد انا حاليا مصور. في عندكم الشلال او في عندكم اللي هو النهر. كيف ما تلاحظوا مصور من مكان ثاني عشان تشوفوه. شوف كيف تلاحظوا معي. طبعا هاي باين هاي للجهات المختلفة او الوجهات اللي حاب انت تروح لها. وهنا وصلنا الى نهاية الفيديو. نتمنى انكم استمتعتم واستفدتم من هذا الفيديو واخذتم فكرة على دولة جورجيا وأماكنها السياحية. كما أود أن أشكر أخي وصديقي ياسين على هذا الفيديو الرائع وعلى معلوماته القيمة. شكرا وإلى اللقاء. نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله.